السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، فمرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات في قناتكم أنا المحترف. فالكثير من الأشخاص يريدون الاشتغال على أمازون كيندل ويريدون الربح من هذه المنصة، ولكن ليس لديهم حاسوب، فهم لديهم فقط هاتف محمول. لذا أردت في هذا الفيديو إن شاء الله أن أشرح لكم طريقة إنشاء أنتيريور أو المحتوى الداخلي للكتاب باستخدام الهاتف فقط. في هذا الفيديو إن شاء الله سأريكم هذه الطريقة يعني لإنشاء المحتوى الداخلي، وفي الفيديو القادم إن شاء الله سأريكم كيفية إنشاء الكوفر الخاص ب يعني الغلاف الخاص بهذا المحتوى. إذن لننطلق. فأول شيء سنقوم به هو تحميل هذا التطبيق، اسمه كانفا، يعني هو غني عن التعريف، يعني يوجد الأشخاص سواء الأشخاص الذين يمتلكون الحاسوب أو لا يمتلكون، فهم يشتغلون بهذا التطبيق كانفا. فهو تطبيق مجاني، ولكن يوجد فيه أيضا خيار للاشتراك فيه للاستفادة من العديد من الامتيازات. إذا بعد الدخول لهذا التطبيق، فأول شيء نقوم به هو الضغط على علامة زائد كما تشاهدون، ثم بعد ذلك سنختار المقاس الذي سنشتغل عليه. سنضغط على ديمونسيون بيرسوناليزي، فالتطبيق لدي باللغة الفرنسية كما تشاهدون. ثم بعد ذلك يوجد أمامنا هذه الواجهة، سأتوجه إلى هنا وأختار PO. PO تعني إنش، ثم لارجور يعني العرض، سأختار 6×9. لماذا اخترت 6×9؟ لأن عادة النوتبوك أو الجورنال أو اللوك بوك نشتغل بهذا المقاس، على سبيل المثال الكولورين بوك فنشتغل ب 8.5×11 إنش، ولكن نوتبوك فنشتغل ب 6×9. ولديك يعني خيار أن تضيف العديد من المقاس الذي تريد، ثم نضغط على كري. فبعد ذلك ننتظر قليلا حتى يتم توجيهنا إلى الصفحة الأولى الذي سنستغل عليها. يعني من خلال هذه الطريقة يمكنك أن تنشئ، يعني ستتعلم أن تنشئ أي أنتيريور تريد. يعني أنا فقط أعطيك يعني كما نقول رأس الخيط. ثم بعد ذلك سنضغط، فنحن عادة الصفحة الأولى يعني لا نبدأ بكتابة المحتوى مباشرة، يعني نضعها كمقدمة. مثلا سأكتب سأضيف شيء معين، على سبيل المثال سأضغط على علامة زائد وأضيف شيء معين، ممكن أن أضيف نص، ممكن أن أضيف نص كما تشاهدون. فالنصوص العديد من الأشكال كما تشاهدون عبر الهاتف المحمول، يوجد العديد من الأشكال، فأنتم لديكم الخيار في أن تختاروا شكل من هذه أو من هذه الأشكال. سأختار هذا الشكل على سبيل المثال، سأحذف النص الثاني، سأستغل على هذا النص على سبيل المثال. سأكتب أنا this notebook belongs to، وأنتم يعني لديكم الخيار في أن تكتبوا أي شيء، مثلا date أو first name. حاول أن تتحكم في النص ولكن دون أن تخرج على هذا الإطار الوردي.
كما تشاهدون هذا الإطار الوردي يعني لا تخرج عليه. ثم بعد ذلك سأضيف النقاط، سأأتي إلى علامة زائد وأضغط على إليمون، ثم يوجد هنا لين إيفورم. سأختار لين، سأكتب هنا لين يعني من أجل أن يعطيني السطور. كما قلت لكم تأتي إلى إليمون ثم تكتب هنا لين. أنا أبحث عن النقاط يعني من أجل أن أضيفها إلى النص. سأعيد المحاولة. كما شاهدتم هنا يوجد لين إيفورم، وتوجد هنا يعني العديد من الأشكال. سأختار أنا هذه النقاط ثم أحول اللون إلى هذا الشكل يعني الغري، ثم إبيسور. سأختار هنا 3 فقط، سأضيفه في 3. ثم بعد ذلك سأضغط عليه مرة أخرى واحدة وأضغط على ديبليكي وأضيف النص هنا، ولكن حاول أن لا تخرج على الإطار الوردي. أضغط على ديبليكي وأضيف النص وأضيف هذه النقاط. إذن هذه هي الصفحة الأولى. أضغط على 1 من أجل إضافة الصفحة الثانية. أضغط على علامة زائد هنا وأضغط مرتين هنا في 2، أضغط مرتين. وهنا أأتي إلى علامة زائد من أجل إضافة المحتوى، وأأتي دائما إلى لين إيفورم وأختار هذا. مثلا سأختار سطر معين، سأختار هذا السطر على سبيل المثال، السطر الأول، ثم أقوم بتحريكه، ولكن حاول ألا تخرج على الإطار الوردي. ثم أأتي إلى كولور وأختار غري، ثم بعد ذلك أأتي إلى إبيسور، ثم أتركه في 2 فقط. وهنا كما تشاهدون ستيل، يعني يمكنكم تغيير الستيل الخاص بهذا، يمكنكم تغيير يعني النقاط كما تشاهدون، نقاط عريضة، سطر. أنا سأستغل بالسطر، سأضغط عليه مرة واحدة وأضغط على ديبليكي يعني كوبي، ثم أقوم بتحريكه وأضغط على ديبليكي مرة أخرى وأقوم بتحريكه حتى تمتلئ الصفحة كاملة. هكذا أتمم العملية حتى أملأ الصفحة بالكامل. يعني من خلال هذه العملية يعني ستتعلمون إنشاء أي محتوى، سواء كان محتوى يعني سواء محتوى سواء هذا المحتوى نوت بوك أو جورنال أو لوك بوك، يعني سواء عديم المحتوى أو بدون، سواء بمحتوى أو بدون محتوى. إذن أتمم العملية على هذا الشكل، ودائما لا أخرج على الإطار، فقط أقوم بهذه العملية. أضغط على ديبليكي يعني، وأنتم عند الدخول لهذا التطبيق يعني ستكتشفون أمور أخرى. يعني
لديك خيار أن تبدع في هذه الأمور. ممكن أن أضيف النص هنا. أتحكم في السطور كما أشاء. إذن بعد إتمام هذه السطور فآتي إلى السطر الأول وأقوم بتقليله قليلا هنا، أتركه في الوسط. وهنا يمكن أن أضيف بعض الأشياء، على سبيل المثال ممكن أن أضغط على علامة زائد وأضيف وردة على سبيل المثال. أأتي إلى إليمون وأضغط هنا وأكتب فلوغ وأختار وردة معينة على سبيل المثال. ممكن أن تختار كوغ قلب، ممكن أن تختار قلب، أنا سأختار وردة، سأختار هذه الوردة، سأأتي بها إلى الأسفل. سأأتي بها إلى هنا وأغير هنا ترانسبارونس، أتركها هكذا. يعني من إذا كتب الزبون هنا شيء معين يعني تتضح الكتابة، سأتركها هكذا. ثم أأتي إلى بوزيسيون وأضغط على أغيغ، يعني من أجل يعني هذه الوردة أن تكون خلف السطور. ثم بعد ذلك سأقوم بالضغط على 2 وأضغط على دوبليكي. أأتي إلى هنا 2 وأضغط على دوبليكي حتى أقوم ب يعني نسخ هذه الصفحة إلى العديد من الصفحات. أضغط على دوبليكي 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 حتى أصل إلى 100. فتطبيق كانفا إذا لم تكن مشترك فيه فيعطيك فقط 100 صفحة، يعني يسمح لك بإنشاء 100 صفحة فقط. ولكن إذا كنت مشترك فيه يتيح لك أن تقوم بإنشاء أكثر من 100 صفحة. وصلت إلى 37. هكذا أتمم العملية بالضغط على دوبليكي 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 حتى أصل إلى 100. يعني قم بإتمام هذه العملية حتى تصل إلى 100، ثم اضغط على هذه العلامة بعد إتمام ذلك أتي إلى هذه العلامة في الأسفل. ثم أقوم بالضغط هنا الفوق. انتظر قليلا. ثم بعد ذلك أقوم بالضغط على انريجيستري سو، ثم هنا أقوم يعني لو تيب دو فيشي، أختار بي دي اف بور امبريسيون. ثم بعد ذلك أضغط على تيلي شارجي من أجل التحميل. انتظر حتى يتم التحميل وستشاهدون الشكل النهائي لهذا النوتبوك. انتظر قليلا حتى يتم التحميل معي.
إذا انتهى التحميل، يعني فقط ابحث عنه في الهاتف الخاص بك وستجده في مكان التحميل. ويمكنك أيضا يعني دون إذا كنت تريد أن تربح الوقت، يمكنك أن تأتي إلى موقع بوك بولت. هذا الموقع بوك بولت فهو أيضا يمكنك أن تشترك فيه، ويمكنك يعني يوجد أيضا فيه أنتريور مجانية بوك بولت، ثم أقوم بالدخول. بعد الدخول سأضغط على أنتريور ويزاغ. انتريور ويزار، ثم بعد ذلك اقوم بالضغط على هنا انتريور ويزار. كما تشاهدون هنا يوجد العديد من المحتويات، يوجد العديد من الانتريور، هنا البلانك، بلانك بيج، هنا يا كوليج، جورنال، ميوزيك، يعني هناك العديد من المحتويات المجانية كما تشاهدون، وهناك العديد من المحتويات غير المجانية كما تلاحظون. فأنا على سبيل المثال سأختار هذا المحتوى، سأضغط عليه مرة واحدة وأقوم بالضغط على بليد أو نو بليد، سأختار نو بليد، ثم أقوم باختيار المقاس 6×9، ثم بيج، سأختار على سبيل المثال عدد صفحات 120 وأضغط على داونلود. إذا أنتظر حتى يتم التحميل. بعد التحميل كما تشاهدون هذا هو الشكل بعد تحميله. ويمكنكم يعني إضافته بدون التعديل عليه، ويمكنكم التعديل عليها، وإذا أردتم يعني يمكنكم إنشاء مثل هذا المحتوى عبر التطبيق كانفا كما شرحت لكم في موقع أو في تطبيق كانفا. يعني هذه العملية تنطبق على، يمكنكم من خلالها إذا تعلمتموها يمكنك من خلالها إنشاء العديد من المحتويات. فقط احترم كما قلت لك، احترم الإطار الإطار الوردي كما شاهدتم من قبل، احترموا الإطار الوردي وإن شاء الله سيكون ذلك جيدا إن شاء الله يا رب. وإن شاء الله في الفيديو القادم سأحاول أن أريكم طريقة إنشاء الكوفر عبر الهاتف، سأريكم تطبيق لإنشاء الكوفر عبر التطبيق عبر الهاتف فقط. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.